بعد كل المميزات الكتيرة جدا اللي قلتها في الفيديو اللي فات اخيرا اخيرا عيوب انفينكس نوت تيمبرو الحق حقا يتبع ادونا فرصتنا بقى يا جماعة خلينا نقول العيوب بكل صراحة بتاع الموبايل ده النهارده معايا 24 عيب إيه حقيقي إيه في الموبايل ده منهم عيوب مهمة منهم عيوب ما تفرقش معاك بس صراحة فيهم عيوب مهمة جدا هتفرق معاك فانصحك ما تفوتش كل دقيقة في الفيديو ده لان صدقني عيوب مهمة جدا هتفرق معاك وزي ما معودك ما تقلقش مش هتتقفل من الموبايل لان انا في اخر الفيديو بدي لك التقويم السهل كام من عشره وبقول لك امتى تشتري الموبايل ده وامتى ما تشتريهوش ويستحق انك تشتريه اصلا ولا لا وخساره بقى فلوسك تحطها فيه وكده ولا اي نظام فما تقلقش وكالعاده ادعس لايك يا كبير و السلام عليكم معكم على رمضان وتتفرج على قناه المصري على اليوتيوب اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد ويلا بينا نبدا الفيديو مع بعض لحظه مهمه قبل ما اقول العيوب في الموبايل دوت لازم تشوف فيديو المميزات لما كنت شفته كنت قلت حرفيا حرفيا 43 ميزه حقيقيه في الانفينكس نوت برو تقدر طيب فيديو المميزات الاول قبل ما تسمع الفيديو ده عشان تبقى مقتنع بوجهه نظري وتبقى عارف انت هتودي فلوسك فين فاهمني شوف الفيديو من الاي اللي فوق ايوه الاي اللي لك دي بس كفايه غير لحد كده عارف مقدمه طويله وبصراحه انا متضايق من كده بصراحه معلش حقكم عليا ويلا بقى نبدا فيديو ال24 عيب بتاع الانفينكس نوت برو نبدا باول عيب مع بعض السماعه البلوتوث اللي موجوده في العلبه مع الموبايل ده صوتها مش اعلى حاجه في نفس الوقت درجات البيس فيها ضعيفه يعني هي صوتها مش اعلى حاجه والبيس فيها مش اعلى حاجه ما تفكرش ان في سماعه بلوتوث في العلبه ان في حاطه لك سماعه سعرها بعيد عن يعني الموبايل مثلا ب 2000 جنيه ولا ب 1500 جنيه سماعه جامده جدا لا لا خالص السماعه دي اصلا زي زي اي 12 واي 11 بتتباع في المحلات ب 150 جنيه و 130 جنيه فاهمني فلما تخليش الجلاله تاخدك يعني وتفتكر انها سماعه فخمه بس يا سماعه هتأدي الغرض وهتنفعك واه بتأخر شويه في بابجي احيانا مش دايما بس عشان تبقى فاهم ان هي بتأخر برضو احيانا في بابجي وظهر الموبايل بلاستيك اه بيتحمل خبطات بس بيلموا تراب وبيتلحوز بسرعه جدا بصراحه من البصمات وخصوصا نص يعني نص الظهر لمع جدا نص العلوي تقريبا فسهل الخدش فهتاخد بالك خصوصا من نص الظهر اللي هو اللامع ده والموبايل مقسوم نص نص كده مصنفر حاجه بسيطه ونص لامع جدا نص لامع جدا ده, ده سهل الخدش وبتلاحظ بسهوله فتاخد بالك ما تحطوش مع مفاتيح او عملات معدنيه عشان ما ترجعش تندم على الظهر ما يخربش ولو حبيت تبيع الموبايل طبعا الظهر متبهدل طبعا من سعره عاوزك تركز في صور الكاميرات اللي بوريها دي دلوقتي عشان هعلق على الكاميرات كمان شويه بالتفاصيل اكتر بس ركز كده في الصور واللقطات اللي بعدها لك ديت عشان أقولك لك كام نقطه كده شويه كده هنتكلم بشكل اوضح بس عشان افهم انت لاحظت ايه تمام وكالعاده نكمل ومش عاجبني شكل رصه الكاميرات ده تحس كان ماسك كانك ماسك موبايل بست كاميرات هو اصلا ما غير الكاميرتين مهمين الاساسيه الواد انجل ليه الافار في تصميم كده انفينكس ليه انا مش فاهم يعني هما كاميرتين اللي مهمين بس الكاميرا 64 ميجا بكسل والكاميرا الثانيه اللي هي 8 ميجا بكسل بس باقي الرصه هبل ده كله مش مهم وملوش اي 30 لازم شاشه الموبايل اي بي اس مش عامل للاسف كنت اتمنى تيجي سوبر اموليد حتى لو 60 هرتز مش 90 زي هنا يعني هنا اي بي اس 90 كنت اتمنى تبقى حتى سوبر امولد 60 هرتز لانها هتفرق جدا ده موبايل جيمنج انفينكس يعني ازاي شاشه اي بي اس وهي طبعا كثافه البكسلات هنا شاشه اي بي اس وبالحجم الكبير العملاق ده داخل على 7 بوصه كثافه بكسلات الشاشه هنا قليله 385 بكسل بس في كل انش فبالتالي لو ركزت في الشاشه كده لو انت من الناس اللي بتلاحظ مش هتحس ان الشاشه مشبعه خالص بالالوان ولا تفاصيلها واو تحسها عاديه جدا جدا خصوصا لو قارنتها بشاشه مثلا زي المي 6 فبصراحه يعني الشاشه زي ما قلت لك هتحسها مش هتبسطك قوي خصوصا لو بتحب تسمع فيديوهات كتير او بتلعب بابجي تحت الشمس ده غير حواف الشاشه الكبيره شويه مقارنه بالمنافسين وايه الحافه العلويه دي انفينكس مش متعود ان مباريات انفينكس تبقى حوافها اللي فوق الكاميرا والشاشه وكده اللي الحافه العلويه بتاع الشاشه تبقى كبيره كده ليه ليه كده مفيش مبرر للحافه العلويه الكبيره دي يعني مفيش لمبه اشعارات مثلا فاهم قصدي محشوره فوق عشان تبقى كده المهم ندخل على اللي بعد كده الاداء يعني الاداء بتاع الموبايل قلت ممتاز وكل حاجه بس المعالج هنا اللي هي جي 95 قوي جدا الالعاب بس التكنولوجيا 12 نانو بيسخن شوية شويتين وبالتالي بيشد في استهلاك البطارية حرفيا ده اكتر المعالجات معالجات فئة ال 4000 دل... جنيه في السخونة سخونته اكتر من البوكو اكس 3 اللي هو سناب دراجون 732 انت متخيل وسخونته اعلى من ريلمي 6 درجة او درجتين تحس نظام التبريد هنا بعافيه شويه. نيجي للحساسيه، استجابه التاتش في الموبايل ده اديها تقييم تحت المتوسط. بالنسبه لموبايل الجيمز وعشان كده انفينكس عمل في وضع في الاعدادات اسمه الالترا تاتش ده لما بتفعله ببساطه بيحسن استجابه اللمس ها شويه مش قوي يعني ما تتغرش بس يعني هتلاحظ الفرق برضه ولكن الصراحة استجابة التاتش هنا لا تقارن باستجابة التاتش مثلا بتاعة ريلمي 6 او بتاعة البوكو اكس 3 اللي بنفس السعر فانا بس بحب اوضح لك ملاحظة مش <applause> انا بصور 4 k اه بس من غير ثبات الكتروني في نفس الفئة السعرية دي البوكو اكس 3 بيصور 4 كي بثبات الكتروني فعيب قوي في فينيكس الحركه دي دي حركه صايعه يعني وقديمه من 2019 يعني كل المباريات دلوقتي بتصور 4 كي بثبات الكتروني اه بالنسبه للشبكات الو... يعني شبكه الموبايل الاتصال هنا متوسطه يعني هي فوق المتوسط بشويه مش وحشه اما الواي فاي بتاع الموبايل هنا الواي فاي هنا متوسط مش اقوى حاجه يعني لازم تاخد بالك من كده لو بتلقط واي فاي من الدور الرابع مثلا وانت في الدور الاول او الثاني هتعاني شويه صدقني من مدى الواي فاي هنا بتاع الموبايل اللي بعد كده صوت الاستريو هنا انفينكس حاطه مجامله مجرد مجامله فقط يعني درجه علو الصوت هنا فوق المتوسط والبيز هتلاقيه ضعيف خالص يعني نادر ما تسمع صوت البيز او الطبلة مثلا بتسمع تسمع او حاجه زي كده لو بتهتم بالمزيكا مش هيعجبك او صوت الموبايل ده انا بقول الكلام ده ليه لان في كذا موبايل نزل في الفئه السريعة دي بصوت ستريو من عموم البوك اكس 3 فاهمني فبصراحه التجربه الصوتيه هنا مش واو لا تقارن نهائي بتجربه صوت البوك اكس 3 اللي بنفس سعر الموبايل ده وبالنسبه للشحن هنا سرعه الشحن مش اسرع زمن الشحن بصراحه يعني بالنسبه لي 33 وط انه يشحن في وقت زي كده لا يعني الموبايل بيشحن في ساعه وثلث متخيل ودي حاجه غريبه على شحن المفروض انه 33 وط زي ما انفينكس بتقول وموجود في البوكو الشاحن ده بالظبط يعني نفس الشاحن ده موجود في البوكو اكس 3 بيشحن في ساعه واربع دقائق بس ليه هنا بيشحن في ساعه وثلث حقيقه انا مستغرب اللي بعد كده واجهت انفينكس هنا خفيفه اه وكل حاجه فيهاش مشكله ولكن ما فيهاش انيميشن هتحسها سلسه شويه احيانا بسبب انها ما فيهاش انيميشن وكده بس اوقات بيتعمل تهيسات غريبه كده غير متوقعه خالص على وجه ان هي ما فيهاش مميزات كتير وتلاقي بتعمل كده في حاجه غريبه برده يعني هتحسها سلسة احيانا بس طبعا مليانه اعلانات تقفلك تاخد بالك ده ارخم عيب في واجهه انفينكس اما الاستمبات يعني العيوب الاساسيه بقى في معظم موبايلات انفينكس وموجوده في الموبايل ده برده خد عندك بقى ما فيهوش لمبه اشعارات وما فيش الان اف ودي حاجه بقت مهمه اظن يعني فينيكس وجود الان اف سي في الموبايلات في 2021 لدفع عديدات الكهرباء والحاجات الاهم اللي زي كده بقت مهمه قوي ما فيش اي ريموت طبعا دي معروفه في انفينكس مش زي شاومي بتحط IR بس برضك حبيت اقول لك يعني لو انت فاكر ممكن الموبايل ده يكون فيه اي ار لا ما فيهوش فيش مايك اضافي عازل للدوشه ففي الفيديوهات وفي المكالمات الدوشه اللي حواليك كلها هتطلع في الفيديو او في المكالمه للطرف الثاني خد بالك من الحاجات دي اما بالنسبه للباب مفيش تطورات يعني مفيش تطور كبير في الكاميرات الخلفيه ال 64 ميجا مقارنة مقارنه بالانفينكس 08 بتاع السنه اللي فاتت فمفيش تطوير نفس السنسور تقريبا نفس كل حاجه ونفس السوفت وير بتاع الكاميرات اللي بيطلع الالوان باهته معظم الوقت ومحتاج تعمل ايديت على الصور هو هو الموجود في انفينكس ما غيرش يعني ولسه الاتش دي ما جاش في موبايلات انفينكس تحسه كانه مش شغال كده لما بتفعل HDR دي ار تحسه سوفت وير ملوش لازمه واهميه برضه الصور بتلسع وطبعا تبقى عارف ان اغلب الوقت بالنهار بتطلع صور باهته مش مشبعه بالالوان وتفاصيل مقارنه بريلم 6 مثلا اللي بنفس السعر او البوك اكس 3 اللي برضه بنفس السعر فدي مباراه بنفس السعر وبتيجي بنفس الكاميرا الخلفيه ولكن بتطلع سوفت وير هنا تشبع الالوان جامد في الصور عن الموبايل ده طبعا ما فيش كاميرا للماكرو حقيقيه هي بس زي ما قلت لك انفينكس بتدعي ان الكاميرا اللي هي الوايد انجل 8 ميجا بكسل بتصور زاويه واسعه وبتصور ماكرو مش عارف ازاي بس اكيد اكيد كاميرا بتعمل مهمتين اكيد مش هتبقى زي كل كاميرا منفرده دي حاجه تبقى عارفها والحاجه الاكيده ان ما فيش جوجل هنا في الموبايل ده فتاخد بالك انك هتحتاج تعمل اديت على كل صوره هتصورها اغلب الوقت بالنسبه لبابجي بتشتغل على اتش دي هنا بس رغم ان بنفس السعر ده ريلمي 6 جايب نفس السعر بتاع الموبايل ده بيشغلها جوده اعلى الترا اتش دي ار متخيل والمعالج المفروض ان هو اقدم شويه جي 90 تي بتاع ريدمي 6 اقدم حاجه بسيطه من المعالج ده لانه بيشغلها باعدادات اعلى بيشغل بابجي بيشغاله باعدادات اعلى من النوت 10 برو مش عارف ازاي نيجي بقى لحظه التقيم اللحظه الحاسمه اللي انتم كلكم منتظرين بعيدا عن كل عيوب ده الموبايل دوت ده يعني هديله تقيم 8.2 من 10 8.2 من 10 مش هقدر اديله اكتر من كده صدقني انا يعني يعني, يعني انا متجامل على الموبايل في نقط كتير عديتها بالنسبه للعيوب دي كلها يعني انت حطيت في اعتبار ان في عيوب مش هتكون مهمه بالنسبه لك ف8.2 من 10 تكون كويسه جدا اما بالنسبه لرأي في الموبايل ده استحيل انك تشتريه ولا لا او امتى تشتري الموبايل ده وامتى تشتريهوش يعني ايه الحاجات اللي خليك تشتريه والحاجات اللي خليك تشتريهوش كل الكلام دوت نجي الراي المصري موبايل تشتريه دوت يعني شيل الموبايل ده لو انت عاوز اداء قوي ومحترم في الالعاب بسعر رخيص مع 8 جيجا رام ومساحه 256 جيجا ودي النسخه اللي انصحك بيها بشده لو هتجيب الموبايل ده وشاشة اللي بمعدل تحديث عالي طبعا 90 هرتز لو هيفرق معاك التحديث العالي مقابل الشاشه زي ما قلت لك اي بيس اس والبطاريه 5000 ملي امبير ووجود فلاش امامي كمان فدي حاجه محترمه هتحسن برضك تجربه التصوير تفرق في معاك اما الحاجات اللي تقفلك من الموبايل ده عيوب الموبايل يعني ده لو عايزنا نتلكك له يعني ما عجبنيش في انفينكس نوت برو الكاميرات اللي تحت الشمس والاضاءات القويه الاتش دي بيروح حرفيا كانه شغال الصور بتلسع وسخونه الموبايل اعلى من المعتاد بسبب المعالج القوي اللي موجود هنا واللي لسه مش واخد وضعه في الالعاب زي بابجي زي ما قلت لك المفروض ان هو اقوى من ريلمي 6 بحاجه بسيطه بحوالي 10% والا انه بيشغل بابجي باعدادات اقل من ريلمي 6 وحساسيه التاتش الضعيفه وعدم وجود مايك اضافي والصوت الاستيريو التعبان اللي هنا والتصوير الفيديو مش احسن حاجه مقارنة بالموبايلات اللي في نفس السعر انها بتصور بثبات الكتروني على 4K واخيرا لمعان الظهر اللي سهل قوي يتختش منك لو ما حافظش عليه بالجراب اللي بيجي في العلبة مع الموبايل ده وبس كده دي كانت اهم العيوب اللي اقدر اقول لك عليها في الموبايل ده طبعا ما تنساش تشوف فيديو المميزات اكتر من 40 ميزه قلتهم حرفيا تشوف فيديو المميزات من اول تعليق تحت وكالعاده وصلنا لاحسن فقره انا بحبها في الفيديو كله وهي فقره الصلاه على النبي ورايت مرات على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وكالعاده هقول لكم استمتعت جدا 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 بكل قلب كان معاكم والله بجد ومعنا <applause> <applause> على رمضان اشوفكم على خير سلام عليكم ولا اله الا الله